مساء الفل عليكم، ويا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة ورمضان كريم عليكم. تعالوا كده مع بعض النهاردة نشرح الديزاين باي ايتس. ايه الديزاين باي ايتس ده يا باشمهندس؟ قال لي يعني مساعدات التصميم. وايه الغرض من كلمة مساعدات التصميم دي يا باشمهندس؟ قال لي الغرض منها ان انا ابتدي الاقي حاجة تساعدني اكتر من الفيرست برينسبلز. الفيرست برينسبلز مبادئ أولية، وبالتالي انا محتاج سرعة اكتر في التصميم، تمام، علشان اقدر اصمم، لان انا بصمم قطاعات كتير، فلازم يبقى الموضوع معايا فيه سرعة وفيه كمان سهولة. طيب جالنا بقى ديزاين باي ايدز دي، وتعالوا نشوف مع بعض اول طريقة فيها، وهي الطريقة اللي احنا هنستخدمها ان شاء الله، تمام، في الامتحانات او في حتى الديزاين بره. ايه هي يا باشمهندس؟ هي طريقة اسمها سي واحد وجي، تمام، سي واحد وجي. طيب تعالوا نشوف مع بعض ايه الموضوع وايه اللي احنا هنشتغل عليه. قال لي يا باشمهندس، لو احنا عندنا حالة ان الام التيميت از جيفن او كالكوليتد، فانت عارف ان انت ممكن تحسب المومنت، صح ولا لا؟ طيب قال لي دلوقتي مطلوب منك تصمم قطاع، والقطاع ده يا باشمهندس ريكتانجل سيكشن. اوكي، طبعا احنا عارفين الفرق ما بين الريكتانجل سيكشن وما بين التي سيكشن. لا يا باشمهندس، ايه ده، ايه الفرق ما بينهم؟ تعال بقى اعرفك ايه الفرق ما بينهم الاول قبل ما ندخل. قال لي بص يا باشمهندس، تعال نشوف كاميرا كونتينوس كالاتي. ادي عندي اهي كاميرا قدامك كونتينوس، ادي السلاب، ادي البيم، البيم، البيم. اوكي طيب ماشي يا باشمهندس، ايه اللي حاصل؟ قال لي ادي رسمة المومنت اللي موجود عندي. طيب جميل. قال لي يا باشمهندس السكشن رقم واحد والسكشن رقم اتنين. بالنسبة لسكشن واحد يا باشمهندس، فسكشن واحد هو كالاتي، المومنت فوق، تمام، حلو. وقال لي يا باشمهندس ان جهة المومنت بيتكون الشد، جهة المومنت بيتكون ايه؟ الشد. فقال لي يا باشمهندس اذا التنشن فوق، يبقى رسمة الكومبريشن هتبقى بالنسبة لي تحت، والحديد في جهة التنشن فوق. وقال لي يا باشمهندس إن إحنا بنسمي القطاع بتاعنا بحسب منطقة الضغط، بحسب منطقة الضغط، وبالتالي لو بصيت هتلاقي إن الضغط على شكل مستطيل، وبالتالي سميت القطاع بتاعي ريكتانجل سيكشن. يبقى يا باشمهندس تعالى نحفظ، تمام، مع بعض كده في حالة الكاميرا العادية بتاعتنا اللي هو كاميرا والسقف أهو، تمام، موجود. قال لي يا باشمهندس ان سيكشن واحد اللي عنده يا باشمهندس السبورت، اد سبورت، اد سبورت، ماله يا باشمهندس؟ لازم يكون ريكتانجل سيكشن. طيب وقال لي يا باشمهندس طب ما تيجي نشوف مع بعض سيكشن اتنين. سيكشن اتنين يا هندسه، جيت بصيت عليه لقيت المومنت تحت، وبالتالي التنشن تحت، وبالتالي الحديد تحت، صح ولا لا؟ وبالتالي يا باشمهندس هتلاقي ان الكومبريشن زون، منطقة الضغط، فوق. وهنا يا باشمهندس هيتجلى لينا ويوضح لينا ان الشكل على شكل حرف تي، وبالتالي احنا سمينا القطاع ده تي سيكشن. طيب هل يفرق التي سيكشن عن الار سيكشن؟ قال لي اه، ده تصميم يا باشمهندس وده تصميم. طيب تعالى بقى نشوف حاجة مهمة جدا. قال لي يا باشمهندس ان في كمان حاجة اسمها ال سيكشن. طيب ايه ال ال سيكشن دي؟ قال لي الكاميرا يا باشمهندس لما تبقى طرفية في المبنى، طرفية، كاميرا طرفية، فبنسميها ال سيكشن، تمام، حلو. طيب ليه يا باشمهندس؟ قال لي ده برضو عند مين؟ عند السبورت يا باشمهندس، سوري يا باشمهندس، ده في وسط البحر، اما عند السبورت هي ريكتانجل، تمام، اوكي، طيب جميل. وقال لي نفس الكلام لو بصيت على الكاميرا اتنين اتنين دي يا باشمهندس، هتلاقي الكاميرا في النص، وبالتالي دي كاميرا يا باشمهندس تي سيكشن. يبقى خد بالك هي ايه الفكره في التي والال. التي والال يا باشمهندس هي ده الفلانجه اللي طالعه دي، ده السلاب، فالسلاب هنا مكمل من هنا ومكمل من هنا. اما بالنسبه للال سيكشن اللي احنا شفناها دي، فالسلاب يا باشمهندس دي كاميرا طرفيه، السلاب مكمل من ناحيه واحده، وبالتالي بقى شكلها عامل حرف ال. يبقى عندنا يا باشمهندس ثلاث انواع من الكاميرات لغايه دلوقتي احنا بنتكلم عنها، ار سيكشن، تي سيكشن، وال سيكشن. الار سيكشن عند السبورت. تعال بقى نشوف ازاي نصمم الار سيكشن بتاعنا ده. قال لي يا باشمهندس الار سيكشن او ريكتانجلر سيكشن احنا هنصممه من خلال قانونين. القانون الاولاني بيقول لي الاتي، انت عارف يعني ايه كلمه تصميم في الاول؟ قال لي اه، يعني ايه يا باشمهندس؟ معلش برضه عشان ابقى واخد بالي. قال لي الديزاين ده معناه حاجتين، ان انا اطلع ابعاد للقطاع بتاعي، تمام، واطلع يا باشمهندس تسريح. طيب جميل، فتعال نشوف مع بعض ايه الموضوع. قال لي يا باشمهندس
زي ما قلت كده القانون الاولاني دي بتساوي سي 1 جذر ام التيمت في 10 اس 6 على اف سي يو في البي. طيب ايه الدي؟ قال لي يا باشمهندس الدبس، الدبس بتاع القطاع بتاعي تمام، العمق بتاعه. قال لي يا باشمهندس يعني تي ناقص الكفر اللي هو 50. طيب جميل. والسي 1 قال لي السي 1 ده يا باشمهندس لما اكون بصمم ريكتانجل سيكشن وما عنديش الدي باخده بقيمه تتراوح ما بين سي 1 مينيمم الى 4، وهو معامل. المعامل ده يا باشمهندس معتمد على الكومبريشن زون، تمام، على السي بتاعه الكومبريشن زون. طيب جميل حلو قوي. جذر ام التيمت المومنت اللي انا بصمم عليه واللي انا حاسبه او هو معطى بالنسبه لي. طيب جميل. قال لي يا باشمهندس والاف سي يو، الاف سي يو دي يا باشمهندس دي اللي هي قيمه مقاومه الخرسانه للضغط، وعندك جيفن البي يا باشمهندس عرض الكاميرا بتاعتي، وعرض الكاميرا بتاعتي يا اما جيفن يا اما انا بفرضه بقيمه يا اما 250 يا اما 300، ويفضل 250. طيب جميل جدا. قال لي يا باشمهندس من القانون الاولاني نقدر نحصل على الدي. طيب ليه؟ لان احنا بنفرض السي بقيمه تتراوح ما بين سي 1 مينيمم الى 4. قال لي يفضل التصميم باستخدام سي 1 مينيمم وذلك للحصول على اقل دبس للكاميرا. ده في حاله يا باشمهندس ان هو يعني الكاميرا بتاعتي هيطلع الدبس بتاعها كبير، عليها مومنت كبير، يفضل استخدام السي 1 مينيمم. طب يا باشمهندس هو ايه السي 1 مينيمم برضو عشان نبقى فاهمين ومع بعض؟ قال لي الموضوع سهل وبسيط جدا. انت بتتكلم في الاتي، والله يا باشمهندس لو انت عندك الحديد بتاعك اف واي بتاعته هو الجريد، تمام، اف واي الاول وبعدين اف التيمت الشرطه وبعدين اف التيمت، تمام حلو. وخد بالك انها مش بالنيوتن على الملي متر المربع، يعني احنا 35 دي يعني 350، تمام حلو. فانا يا باشمهندس لو الحديد بتاعي 350 السي 1 مينيمم بتاعتي 2.75، تمام حلو. لو الحديد بتاعي 400 2.83، لو 420 2.85، حتى لو 500 2.92. طيب جميل. قال لها يا باشمهندس بعد ما بفرض قيمه السي 1 احنا بنفرضها يا باشمهندس في المتوسط ب 3، تمام، مش لازم نروح للسي 1 مينيمم وبلاش نروح على الأربعة، بنروح لقيمة ما بينهم اللي هي التلاتة، تلاتة، تلاتة ونص، أي قيمة بالنسبة لي معقولة وطيبة. طيب جميل. قال لي يا باشمهندس بعد كده احنا عاوزين نحصل على الاريا ستيل، هنجيبها ازاي يا باشمهندس الاريا ستيل دي؟ قال لي هنجيبها ام التيمت في 10 اس 6، الام التيمت اللي هو المومنت، تمام حلو، والاف واي عندي تمام جيفن اللي هو اجهاد الحديد اللي احنا اصلا مطلعين منه السي 1 مينيمم لو احنا شغالين بالسي 1 مينيمم، والدي يا باشمهندس اللي احنا لسه جايبينه في الخطوه اللي فاتت، تمام اوكي. طب والجي؟ قال لي قصاد السي 1 اللي انت فرضتها سواء كانت يا باشمهندس ب 3 سواء كانت بسي 1 مينيمم 3.5، بدخل يا باشمهندس على الجدول اللي قصادك ده، بص هو معكوس لان هو كده الصفحه بتاعته انا جايبها مكتوب كده، بص كده تمام حلو، بدخل بالقيمه. يعني انا مثلا دلوقتي فرضت ب 3 فعندي 3.004 قصادها الجي، بص الجي اهي ماليش دعوه بالسي على الدي، خليك في الجي. الجي طلع بكام؟ 0.743، 0.743 وهكذا يا باشمهندس. لو 3.5 هبتدي ادخل على اللي قصاد ال 3.5، 3.5 اهي يا باشمهندس تمام 0.782 وهكذا، تمام. فباخد الجي يا باشمهندس من السي 1. طيب يبقى اذا انا كده قدرت اجيب الابعاد اللي ناقصه اللي هي الدي او التي، تمام، وقدرت اجيب الاريا ستيل. مع العلم يا باشمهندس الاتي ان التي اللي هي دي زائد الكفر اللي هي دي زائد 50 مللي، قال لي يا باشمهندس دي لا تقل عن تي مينيمم اللي هي 400 مللي، لا تقل عن تي مينيمم اللي هي 400 مللي بحسب الكود، وبركز عليكم في النقطه دي. طيب قال لي يا باشمهندس طيب افرض القطاع بتاعي كان مديني الدبس، كان مديني ايه الدبس، ودي يعني مش هتيجي في الميد تيرم قوي لكن هنحتاجها بما ان احنا بنشرح الدبس هنحتاجها، تمام، وبرضو خلي عندك خلفيه عن الموضوع ده. قال لي يا باشمهندس قطاع ريكتانجل، تمام حلو، وانا يا باشمهندس بعمل الاتي، بصيت لقيت انه مديني فيكس الدبس او ليميت الدبس، يعني ايه؟ يعني السكنس موجود عندي، تمام،
والام التيميت از جيفن، والام التيميت بتاعتك جيفن كالكوليتد تمام حلو، اند اتس ريكوايرد تو جيت اريا ستيل، ومحتاج تجيب لي الاريا ستيل بتاعتي. فقال لي يا باشمهندس في هذه الحاله يمكن ان يكون القطاع سنجلي او دبلي حسب الدبس. فقال لي يا باشمهندس لو انت بتتكلم عن سي واحد اكبر من سي واحد مينيمم ديزاين سيكشن از سنجلي رينفورسد سيكشن تمام، يعني انت يا باشمهندس هتعمل الاتي، هتيجي يا باشمهندس القانون بتاعك كالاتي، دي بتساوي سي واحد جذر ام التيميت في 10 اس 6 على الاف سي يو في البي. هتعمل ايه؟ قال لي يا باشمهندس هاجي عندي الدي ازاي؟ ما انت عندك التي، التي ناقص 50 تبقى الدي، يبقى الدي موجوده. الام التيميت جيفن، اف سي يو عندك البي قلنا ان احنا لو موجوده جيفن 250 اوكي، لو مش موجوده انا هفرضها ب 250 تمام حلو. يبقى اصبح عندك المجهول هو السي واحد، هات السي واحد. بصيت لقيت السي واحد يا باشمهندس، هرجع بقى البص للجدول، فاكر الجدول بتاع السي واحد مينيمم تمام، انا كنت 350، السي واحد اكبر من السي واحد مينيمم يبقى تمام، اقل منها لا تمام حلو، اكبر منها يبقى تمام، يبقى سنجل رينفورسد سيكشن. هكمل بنفس الطريقه، اريا ستيل بتساوي ام التيميت في 10 اس 6 على الاف واي في الدي في الجي، وكده يا باشمهندس اكون صممت القطاع بتاعي ومفيش اي مشكله خالص. قال لي طيب لو انا جيت حسبت السي واحد، انا عندي الدي، عندي الام التيميت، عندي الاف سي يو، عندي البي، اصبح السي واحد هو اللي مش موجود عندي. بصيت لقيت السي واحد اقل من السي واحد مينيمم، طلعت قيمه 2 مثلا بوينت 7 وانا السي واحد مينيمم عندي 2.75، هعمل ايه يا باشمهندس؟ قال لي ساعتها القطاع بتاعك لازم يتصمم از دبلي رينفورسد سيكشن. طب وده هيحصل ازاي يا هندسه؟ قال لي ده هيحصل من خلال الجدولين الاتيين تمام، جدول 6 6 وجدول 6 7، ولمعرفه اختيار الجدول لازم نحسب دي داش على الدي تمام. عشان اعرف اختار الجدول المناسب ما بين 6 6 و 6 7 لازم احسب دي داش على الدي. فدي داش على الدي يا باشمهندس، الدي داش بفرضها ب 50 مللي اللي هي الكفر تمام من فوق حلو، والدي يا باشمهندس الدبس بتاعي، وابتدي احسبها واقربها يا باشمهندس للاقرب تمام حلو، وبالتالي ادخل تيبل 6 6 او تيبل 6 7 عرفت. طيب هعمل ايه؟ قال لي بص يا باشمهندس الموضوع سهل وبسيط، بص ادي التيبلز بتاعتك اهي 6 6 و 6 7 اهو، مكتوب هنا دي داش بتساوي 0.05 دي، دي داش بتساوي 1/10 الدي. طيب جميل قوي اللي احنا بنقوله ده. قال لي يا باشمهندس هنعمل ايه؟ قال لي هنبتدي يا باشمهندس ندخل احنا عندنا الكومبريشن، الكومبريشن ستيل لا يزيد عن 40% الاريا ستيل داش صح؟ لو انت فاكر كده وبصيت معايا على الفيرست برينسيبلز هتعرف الكلام ده. طيب مش عارف اديني بقول لك 40%. فقال لي يا باشمهندس يعني الالفا ب 4/10، حيث الالفا دي نسبه الاريا ستيل داش الى الاريا ستيل تمام، الالفا دي نسبه اريا ستيل داش الى اريا ستيل، وبالتالي 4/10 دي تدل على 40%، فاحنا هنحطها ب 40%. وبعدين يا باشمهندس هتعمل ايه؟ قال لي السي واحد اللي جات لي ايا كان قيمتها تمام، جات لي 2.65 جات لي 2.56، طب جت في قيمه ما بينهم باخد الاكبر تمام، في اي مشكله؟ طيب حلوه. فقال لي يا باشمهندس جميل هاخد قصاد السي واحد دي يا باشمهندس قيمه الجي تمام، واروح اصمم عادي جدا. بص احط القانون اريا ستيل ام التيميت في 10 اس 6 على الاف واي في الدي في الجي تمام، واجيب يا باشمهندس الاريا ستيل. طب والاريا ستيل داش؟ قال لي هتبقى 4/10 في الاريا ستيل اللي انا جبتها، وكده يا باشمهندس اكون صممت القطاع الدبل. بص بقى شفت كنا بنقعد نلف حوالين بعضنا في الفيرست برينسيبلز ازاي، دلوقتي جدولين وفي ثانيه جبت الاريا ستيل داش وجبت الاريا ستيل وظبطت الدنيا كلها. في اي مشاكل في ده؟ لا ان شاء الله ما فيش مشاكل. تعال بقى ندخل على القطاع الفلانجد ال سيكشن او التي سيكشن. قال لي يا باشمهندس مبدئيا الدي بتساوي هو نفس القانونين، نفس القانونين يا باشمهندس هنستخدمهم، وهاجي اعمل الاتي. قال لي يا باشمهندس دي بتساوي سي واحد جز ام التيميت في 10 اس 6 على الاف سي يو في البي، بس حقيقة البي هنا باشمهندس ليست، سوري البي هنا باشمهندس ليست البي التانية. ليه؟ قال لي البي هنا يقصد بيها
عرض منطقة الضغط. وعرض منطقة الضغط يا باشمهندس في الفلانج سواء كان تي او كان ال مختلف تماما عن عرض منطقة الضغط في الريكتانجل. الريكتانجل كان عرض الكاميرا كنا بنحطه هو هو، وكنت بقول لك افرضه 250 لو هو مش معطى، لكن دلوقتي البي دي مختلفة. عاوزين نجيبها، نجيبها ازاي بقى يا باشمهندس؟ قال لي نجيبها كده. لو انت عندك تي سيكشن، قال لي يا باشمهندس هيبقى المينيمم من ثلاث حاجات، بي زائد 16 تي اس، بي زائد ال داش على 5 من السنتر للسنتر لاين. طب ما ايه ده يا باشمهندس؟ تعال اوضح لك اكتر. تمام، حلو، تعال هنا نوضح اكتر. قال لي بص يا باشمهندس، البي هي عرض منطقه الضغط المتاثره او المحسوبه في الكاميرا. طيب تعال نشوف. قال لي يا باشمهندس هاو تو كالكوليت بي فور تي سيكشن سمولر من البي زائد 16 تي اس، بي زائد ال على داش الخمسه الفاي للفاي، يعني ايه من السنتر لاين الى السنتر لاين. قال لي طب تعالى واحده واحده، البي ودي عرض الكاميرا بتاعتي وعرفناها، التي اس وده سمك البلاطه وهيكون جيفن. طيب بي زائد ال داش على 5، ايه ال ال داش ده يا باشمهندس؟ قال لي ال داش تعالى بقى بص معايا، ال داش بتساوي ال لو الكاميرا بتاعتي كانت سمبل بيم، ال داش بتساوي 8 من 10 ال لو كانت الكاميرا بتاعتي 1 اند كونتينوس بيم. يعني ايه؟ يعني كونتينوس من جهه واحده. لو كانت يا باشمهندس both ends continuous beam يعني مستمرة من الناحيتين، قال يا باشمهندس ساعتها بتبقى ال داش بسبعة من عشرة ال ال، لو حتى كان كانت ليفر كده فال ال داش بتساوي اتنين ال ال. ده ال ال داش يا باشمهندس، وال ال زي ما احنا عرفنا كده ان هو الاسبان بتاع الكاميرا بتاعتي يا هندسة. طيب ايه الفاي الى فاي دي او سنتر لاين تو سنتر لاين؟ قال يا باشمهندس لو انت جاي على الكاميرا دي يا باشمهندس، تمام دي كاميرا، تمام عندي لو خدت لها قطع في النص لانها في النص هتبقى تي سيكشن يا باشمهندس. طب جميل، ايه بقى اللي حصل؟ قال لي يا باشمهندس باجي نص المسافه ما بين الكاميرا دي والكاميرا دي اخدها، اكيد الكاميرا دي هتشيل نص اللي شايلاه يعني نص البلاطه دي، والكاميرا دي هتشيل نص البلاطه دي، صح؟ تمام، حلو، ونفس الكلام النص والنص. فجينا بصينا لقينا انه من السنتر لاين تو سنتر لاين، من الفاي الى الفاي، فده قيمه البي. خد بالك لو ما عنديش بلان ما بستخدمش القانون الثالث. طيب ما تيجي نشوف ال سيكشن ايه الاختلافات اللي فيه. قال لي يا باشمهندس بي زائد 6 تي اس، ده كان 16 ده بقى 6، تمام حلو، بي زائد ال داش هي نفس ال داش اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي ب ال لو سمبل 8 من 10 لو كونتينوس من جهه واحده، 7 من 10 كونتينوس من جهتين، 2 ال ال لو كانت ليفر على 10، هنا كانت على 5 هنا على 10، هنا نص الفاي الى فاي. ايه المشكله؟ قال لي ال سيكشن دي يا باشمهندس الكاميرا من جهه واحده مش جهتين، في بلاطه من ناحيه واحده مفيش بلاطه الناحيه الثانيه. فقال لي يا باشمهندس اذا هي نص المسافه ما بينها وبين اللي هي ليها بس، فاصبحت نص سنتر لاين، وقلت لك ان السنتر لاين تو سنتر لاين ده لازم وجود بلان. طيب ادينا شرحنا البي ازاي نحسبها، وقلنا ان هي القيمه الصغيره من الثلاث حاجات اللي احنا قلناهم. طيب فروم سي 1 جي تيبل جيت سي على دي ان جي، تمام حلو. فقال لي يا باشمهندس من الاخر يعني احنا عاوزين ننجز نفسنا، احنا هنعمل ايه؟ هندخل على السي 1 جي، تمام السي 1 جي بتاعي اهو، حلو، هدخل قصاد قيمه السي 1 اللي انا جبتها هدخل اجيب الجي. طب يا باشمهندس انت عرفت ازاي معلش ان انت دلوقتي السي واحد انت هتدخلها؟ قال لي خد بالك لو انت بتصمم يا باشمهندس وما عندكش الدي ساعتها بتاخد السي واحد من 4 الى 5، طب لو انت عندك الدي؟ قال لي يا باشمهندس ساعتها بقى بدخل اجيب السي واحد ومنها هجيب الجي زي ما احنا قلنا فروم تيبل، تمام سي واحد ان جي. طيب قال لي يا باشمهندس في شويه شيكات كده ممكن تعملها، وانا رايي ان الشيكات دي هتطلع معاك سيف فما تعملهاش، تمام؟ تعالى اقول لك بقى ايه اللي هيحصل. قال لي كده كده يا باشمهندس احنا بيبقى ال ان اي او النيوترال اكسس انسايد فلانجر، فبيبقى الديزاين بتاعي على هذا القانون فقط، تمام؟ حلو، بنسبه 99.9% اللي هو ايه؟ اريا ستيل في ام التمت في 10 اس 6 على الاف واي في الدي في الجي. فركز معايا في القانون ده اللي هو القانون اللي فات، صح؟ في الريكتانجل سيكشن.
طيب تعالى بقى يا باشمهندس نشوف تصميم الكاميرات بقى بعد ما فهمنا كل الخطوات اللي فاتت دي هيمشي معانا ازاي. قال لي بص يا باشمهندس، ديزاين اوف بيم، لو انت بتتكلم يا هندسه تمام على الآتي، ان احنا عندنا كاميرا سيمبل بيم. فالكاميرا السيمبل بيم يا باشمهندس احنا كده كده بنصمم الكاميرات على اقصى قيمه مومنت موجوده للقطاع، وقيمه المومنت هنا هي دبليو ال تربيع على 8. اجي ابص على سيكشن واحد واحد الاقيه في نص البحر في الميد سبان، اذا سيكشن واحد واحد از اتي سيكشن. تمام اوكي. طيب تعالى مثلا تاني حاجه عندي، لو انا عندي كانتليفر، كانتليفر بيم، قال لي يا باشمهندس ببتدي ارسم المومنت. انت عارف ان المومنت هنا قيمته حتى دبليو ال الكانتليفر تربيع على 2 تمام، والناحيه الثانيه بروح موصله وجايب المومنت من هنا من النقطه من اللي في النص دبليو ال تربيع على 8 وجايب المومنت بتاعي. طيب قال لي يا باشمهندس اجي اخد سيكشن واحد واجي اخد سيكشن اثنين. سيكشن واحد تمام انا خدت اكبر قيمه مومنت سالبه واكبر قيمه مومنت موجبه. طيب سيكشن واحد واحد لقيته في نص البحر يبقى تي سيكشن مباشرة. سيكشن اتنين اتنين لقيته عند السبورت يبقى ار سيكشن. وقال لي يا باشمهندس نبدأ دوما بالريكتانجل سيكشن ونحصل على دي ونثبته على طول قطاع الكاميرا. ايه ده؟ قال لي يا باشمهندس معلش، هو انت بتلعب في الكاميرا؟ انت عمرك شفت كاميرا الدبس بتاعها عمال يلعب؟ لا مفيش الكلام ده، الدبس بتاعي بيكون ثابت على طول الكاميرا. فانت لو طلعت للار سيكشن اللي عند السبورت ده دبس، هو اللي هيمشي على التي سيكشن. طب ليه نبدا بالريكتانجل سيكشن؟ قال لي لان الريكتانجل سيكشن قد يختلف يا باشمهندس ويصبح دبلي رينفورسد سيكشن او سنجل رينفورسد سيكشن. فاحنا نبدا بيه الاول علشان يا باشمهندس نخليه سنجل لو احنا اللي بنصمم تمام، وبعدين نكمل. حلو، في اي مشكله؟ طيب جميل، الكلام مش مفهوم شويه لكن هيتفهم قوي واحنا بنحل مثال. تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي حاصل يا باشمهندس. قال لي اخر حاجه لو عندك كونتينوس بيم عندي سيكشن 2 يا باشمهندس ار سيكشن، عندي سيكشن 1 تي سيكشن زي ما قلت لك نص البحر تي عند السبورت تبقى ار. تعال نشوف ادي مثال ومساله جت في ميد ترم سابق قبل كده وفاينل والله كمان. حلو، قال لي يا باشمهندس عندك يعني كاميرا بالشكل اللي قدامك ده، الكاميرا دي يا باشمهندس كانتليفر من ناحيتين 3 متر 3 متر والكاميرا نفسها 8 متر. وقال لي يا باشمهندس مديك كروس سيكشن في البي ب 30 سم 30 سم انا بشتغل بالملي يبقى 300 تمام، تي اس ب 14 سم انا بشتغل بالملي يبقى 400 تمام. حلو، اف سي يو 25 اف واي 350 اتس ريكوايرد تو درو بيندنج موم دياجرام اند شير فورس دياجرام ديزاين كريتيكال سيكشن فور بيندنج موم. تعال نشوف هنعمل ده ازاي. قال لي يا باشمهندس الموضوع سهل وبسيط جدا، تعالى اول حاجه نرسم البندنج مومنت. بندنج مومنت دبليو ال تربيع على 2، الدبليو بتاعتك عندك ال اللي هي ال اللي كانت ليفر وتربيع على ال2 طلعت 270، الناحيه الثانيه شرحه يا باشمهندس طلعت 270، رحت موصل ما بينهم ونازل بدبليو ال تربيع على 8 طلعت 210. حلو قوي. قال لي يا باشمهندس لسه عاوز ارسم الشير، هتعمل ايه؟ قلت اجيب الرياكشنات، جبت ار اي تمام بتاعتي وار بي. ار الرياكشنات هتيجي ازاي يا باشمهندس؟ جبتها يعتبر من هنا يعني تمام. حلو، حسبت يا باشمهندس كل اللي جاي، ركزت التلات هنا ركزت هنا وهنا وهنا تمام، وطلعت الرياكشنات وقسمتها على الاثنين تمام. ما هو ده يا باشمهندس قد ده بالظبط، فقلت 60 في 3 وادي ركزت، 60 في 8 وركزت، 60 في 3 وركزت، ورحت جاي قاسم على الاثنين اللي طلع معايا. بص اهو حسبتها 14 في 60 اللي هو 6 و3 و3 تمام، على الاثنين طلعت قيمه الرياكشن بتاعي طلع 420. رحت جاي هنا يا باشمهندس وقايل الاتي، دلوقتي عندك يا باشمهندس ادي هنا تمام النقطه زيرو صح ولا لا؟ تمام حلو قوي. نزلت بقيمه الجزء ده اللي هو 3 في 60، 3 في 60 بكام؟ 180. نزلت لغايه 180 اهو تمام حلو، وبعدين طلعت بقيمة 420 مع الرياكشن، طلع لي ده 240، شرحه الناحية التانية تمام، اعمل الناحية التانية العكس ووصل. حلو، حلو قوي. فادي يا باشمهندس الشير وادي البندنج، ولو ان في امتحان الميد ترم بيني وبينك كده الشير مش مهم، طيب المهم مين؟ البندنج. طيب تعال نشوف مع بعض
ديزاين اوف كريتيكال سيكشن. قال لي يا باشمهندس نبدا بتصميم الريكتانجل سيكشن ونحصل على سيكنس وديبس لنكمل بهما تصميم التي سيكشن. هتعمل ايه يا باشمهندس؟ قال لي تعالى نشوف الاول الريكتانجل سيكشن، واتفقت معاك انه لابد من البدء بالريكتانجل سيكشن. فانهي الريكتانجل سيكشن يا باشمهندس؟ قال لي سيكشن واحد طبعا اللي عند السبورت. طب واثنين ده يا باشمهندس ايه؟ قال لي التي سيكشن اللي في منتصف البحر. خلاص فهمنا وعرفنا. قال لي يا باشمهندس جيت بصيت عند الريكتانجل سيكشن لقيت المومنت عنده بكام؟ 270. قلت خلاص ادي 270، اكتب القانون بتاعي دي بتساوي سي واحد جذر ام التيمت في 10 اس 6 على اف سي يو في البي. قلت والله يا باشمهندس بص انا هاخد السي واحد بسي واحد 100. طب لو حد خدها ب3 غلط؟ لا طبعا. لو حد خدها ب3 ونص غلط؟ لا طبعا. ده فرض احنا بنفرضه من اول سي واحد مينيمم الى 4، تمام؟ حتى 4 مقبوله. طيب فلا باشمهندس حسب انا خدتها بسي واحد مينيمم حيث الاف واي كان 350، رحت رايح على الجدول اللطيف اللي حضرتك حطيته لنا في الاول، تمام؟ وبصيت عليه. حلو، خدت يا باشمهندس ال 350 كان قصادها سي واحد مينيمم ب 2.75. حلو تمام، عملت ده جميل. وبعدين يا هندسه؟ قال لي تعالى بقى نعوض 2.75 جذر 270 في 10 اس 6 25 في 300 اللي هو عرض الكاميرا اللي هو مديها لي. بص كان راسمها لي فين لو تفتكر، اهو ادي ال 30 سم اللي قلت لك هنحولها ل 300. في اي مشكله؟ قال لي لا تمام يا باشمهندس كده كله واضح وزي الفل. 521.7 من 10 طلعت معايا الدي. طب هعمل ايه؟ قال لي الدي دي لازم تقرب لاقرب 50 مللي للاكبر، فخدتها ب 550. قلت التي 550 زائد الكفر 50 بقت 600، اذا التي اكبر من التي مينيمم اللي قيمتها 400، يبقى انا تمام كده. تعالى بقى نجيب الاريا ستيل. اريا ستيل هتساوي ام التيمت في 10 و6 على الاف واي في الدي في الجي. الام التيمت 270، الاف واي 350 معطى، الدي لسه جايبينها ب 550 حطيتها. الجي قال لي قصاد يا باشمهندس السي واحد اللي انت جايبها روح وهات لي مين؟ هات لي جي. ادي السي واحد احنا كنا جايبينها 2.75، ادي 2.75 طلعت 0.713. حلو قوي. طيب جميل، جبتها يا باشمهندس ب 0.713 والدنيا بقت معايا كله زي الفل قوي. تعال نشوف اهو هندسه فين هي؟ اهي 0.713 عوضت بيها الجي، طلع معايا 1976. قال لي انا هستخدم يا باشمهندس فاي 18، فطلعت معايا 8 فاي 18. هعمل ده ازاي؟ لو انتوا فاكرين في باي على الاربعه، تمام؟ سوري، في 4 على باي على 18 تربيع، في 4 على باي على 18 تربيع، في 4 على باي على 18 تربيع. حلو، هطلع القيمه بتاعتي يا باشمهندس بتاعه عدد الاسياخ. طب لو عايز قطر 16 عادي جدا، في 4 على باي على 16 تربيع، تمام؟ حلو قوي. تعالى بقى للتي سيكشن بتاعك. ايه النظام يا باشمهندس؟ قال لي التي سيكشن ده سهل وبسيط جدا. ايه الموضوع؟ قال لي يا باشمهندس تعالى كده بالمخ، احنا طلعنا التي سيكشن ده في النص ام التيمت، تمام؟ ب 210 ادي الام التيمت، تمام؟ حلو قوي. قال لي يا باشمهندس القانون بتاعي دي بتساوي سي 1 جذر ام التيمت في 10 اس 6 على اف سي يو في البي. ادي يا باشمهندس انا ساعتها هاخدها زي اللي فوق زي ريكتانجل، لان الكاميرا مش هغير دبسها زي ما اتفقنا، فدي ب 550. طيب الام التيمت قال لها باشمهندس 210، اف سي يو اللي هي 25، شيل سيبك من ال 20 دول غلط، تمام؟ اوكي 25. فتطلع معايا يا باشمهندس فاضل لي البي، عايز اعرفها. البي دي هعرفها ازاي؟ قال لي الموضوع سهل وبسيط جدا يا باشمهندس، تمام؟ سيبك من 20 دول غلط، اوكي؟ فقال لي يا باشمهندس هبتدي احسب البي المينيمم اوف ثلاث حاجات. اول حاجه بصيت ما لقيتش بلان، فقلت ده ما فيش بلان جيفن اصلا، فده ماليش دعوه بيه. فبقى عندي قانونين، 16 تي اس زائد بي يعني 16، فهو مديني التي اس بتاعتي بكام؟ كان مديها لي تقريبا 13 ولا كان مديها كام؟ 14، تمام؟ حلو، هو اصلا ما فيش 13، هو 12 14 15، تمام؟ حلو. فقال لي يا باشمهندس جميل، فقال لي تعال نشوف. طبعا لو هو حط 13 في امتحان ليه؟ انا قلت جاي لو حط 13 حط 12 حط اي رقم انا بشتغل عليه، لان احيانا بتبقى الحاجات ثيوريتيكال في الامتحان وانا بحل وخلاص، اوكي؟ طيب فقال لي يا باشمهندس 16 في 140، تمام؟
زائد البي بتاعتي اللي هي 300، فحسبت ده طلع 2540. ايه اللي داش على 5؟ تعال نبص على الكاميرا بتاعتي. الكاميرا بتاعتي دي نظامها ايه؟ انا بصمم اهي الكاميرا، تمام، التي سيكشن الكاميرا دي، فالكاميرا دي كونتينوس من الناحيتين، في كانتليفر هنا وكانتليفر هنا، تبقى 7 من 10 الا باشمهندس، تمام، على 5. 7 من 10 في 8 اللي هي هتبقى 8000، صح، على 5 زائد البي اللي هو طلع معايا كام يا باشمهندس؟ 300. فطلعت معايا 1420، ودي اقل حاجه حطيتها يا باشمهندس. طلعت قيمه السي واحد بقى بقيمه غريبه شويه، ايه ده يا باشمهندس؟ طلعت معايا 7 و15. جيت عاوز اجيب الجي، لقيتها يا باشمهندس الاتي. ايه اللي لقيته؟ حاجه غريبه جدا، لقيت ان السي واحد اقصى قيمه ليها 4.85. قال لي طب هعمل ايه يا باشمهندس؟ قال لي خد الجي بتاعت اكبر قيمه اللي هي هتطلع 0.826. حلو قوي. فقال لي يا باشمهندس جميل قوي، جيت حطيت الجي ب 0.826، تمام، وبالتالي يا باشمهندس كده قدرت اجيب الاريا ستيل، لان ام التيميت عندي، الاف واي عندي، الدي عندي، والجي بقت كمان عندي، طلعت معايا 6.18. قلت يا باشمهندس لابد ان انا تشيك على الاريا ستيل مينيمم للقطعين الريكتانجل والتي سيكشن، تمام. فلقيت اريا ستيل مينيمم وخدتها 1.1 على الاف واي في البي في الدي، طلعت معايا 519. بص 519 اصغر من 1321 التي سيكشن، واصغر كمان من 1967 الار سيكشن، وبالتالي يا باشمهندس انا شغلي كله زي الفل، وخلصت ووصلت وكده ديزاين باي ايدز بقى معايا، تمام، كل شيء موجود معايا. بالتوفيق ان شاء الله في الامتحان، وانا هحل لكم مساله كمان من ضمن امتحان السنه اللي فاتت، وفي مساله في مذكره المراجعه ان شاء الله نركز عليهم ومش هيطلع براهم الامتحان ان شاء الله.